متابعينا في المملكة العربية السعودية، سعد الله اوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم استمرت الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، واستمرت الأحوال الجوية غير المستقرة في المرتفعات الجنوبية الغربية، ويتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الأيام القليلة القادمة مع عدم وجود أي تغييرات جذرية في الأحوال الجوية. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، أو قبل ذلك نستعرض إياكم صور أو خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة هي ناتجة عن تدفق للرطوبة الموسمية لمثل هذا الوقت من العام، تعمل على تشكلات رعدية يومية على المرتفعات الجنوبية الغربية خلال ساعات الظهيرة والعصر. يوم الاثنين يتجدد تشكل هذه الغيوم الرعدية على مرتفعات جازان وعصير والباحة وأجزاء من منطقة الطائف، في حين تستمر الأجواء مستقرة بشكل عام في باقي المناطق. يوم الثلاثاء أيضا لا تغيير الحالة الجوية، تستمر المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير الغيوم الركامية الرعدية مع ساعات الظهيرة والعصر. نذهب الآن للعاصمة الرياضة. توقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء صافية مع 31 درجة مئوية كحرارة مقاسة، محسوسة 30 الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 42 درجة مئوية، أما الصغرى 32، الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع 43 إلى 32 درجة مئوية، أما يوم الأربعاء 43 إلى 31 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية، نبدأها بالمنطقة الشمالية، تبوك 39 إلى 26، سكاكا 40 إلى 29، وعرعر طقس صافي 40 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 46 إلى 35، جدة 37 إلى 31، مكة المكرمة 43 إلى 31، والطائف 35 إلى 28 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أحوال جوية غير مستقرة، أبها 30 إلى 21، الباحة 29 إلى 23، وجازان زخات رعدية من الأمطار 36 إلى 31 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 44 إلى 33، حفر الباطن أجواء شديدة الحرارة مع 47 إلى 31، والإحساء أتربة مثارة مع 49 إلى 33 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 46 إلى 32، بريدة 45 إلى 30، وحائل 41 إلى 28 درجة مئوية. اللون تنتهي نشرتنا، للقاء.